مجموع الكريم تملكوا ما تسيل جاء عندنا مسكين من الجزائر هاري مراو جاب لي الطمر تاع الجزائر اخوتنا اصحابنا الجزائر اخوتنا ما اللي ما عمرني سمعتهم سبوا ولا قالوا شي كلمه كلهم تيجي ودا راه مسامح على اللي تيسبوا ولا ما تيسبش عال بحال لا خوتي واه تنعرفهم وهذا السيد راه جا عندي كلف لي المجال وراه صيفط لي هاد الطمر حتى طايره عطاه وحده طايره وحده وانا وحده غير انا في الدب واحد جيكي تصيفط طايره لي المراه تاعو الله يخلي ليها وليداتها والله يحفظها والله يطول لها العمر من مراكش حتى للجزائر وتحيه لصحاب خوتنا الجزائر الله يعمرها دار والله يحفظكم والمغاربه من طنجه حتى للقويره هنا ساكنين اللي يبغيني ولا اللي ما يبغينيش هنا ساكنين ليا امام الله تهلاو براسكم هضايا معكم يوما كنقولو كي كنقولو يعجز اللسان عن الكلام علاش كنشوف واحد من الاخوان ديالنا الجزائريين كيجي من الجزائر باش يقوم بالزيارة مدينة مراكش ويجي لهنا للدار عند مرتين ويسول عنا ويسقسي عنا علاش انا يا فرحان كنت كنشوف لي فيديو ملي كنحطوهم وكنديرو لي كومونتير ولو مرة شفت شي اخ من الجزائر قال شي كلام خايب ولا قال شي معيوب ما قال شي حاجة بالعكس الاخوان ديالنا في الجزائر لا داخل الجزائر ولا خارج الجزائر سواء في اوروبا او في اي محل في العالم ما عمرهم كيسبونا ولا كيعايرونا وهما كيقولوا حنا رحنا خاوه وبالفعل اليوم هذا الاخ هذا مرحبا به عندنا ومرحبا بالعائله ديالو ومرحبا بجميع الاخوان الجزائريين وراه البارح صدفه البارح اتصل بيا واحد الاخ محمد من ليون اتصل بيا وكيشكر مسكين كيشكر وكيعاود وكيوعدني بانه قال لك غيجي غينزل ان شاء الله للريف ان شاء الله وغادي يجي لمراكش باش يزور الاخ نور الدين ويزورنا هنايا حنايا الاخوان ديالنا في الجزائر راه كنحبوهم وكنتناقوا عليهم وما كنشوفوا منهم لا عيب لا حتى شي حاجه وكنبقاو حنا ديما اصدقاء اخوت وكلشي ومرحبا بهم عندنا في اي وقت مرحبا بهم مرحبا بك اخويا الله يسلمك سي داهر بارك الله فيك نشكر السيدي بنور الدين سي داهر نخنوخ والله يبارك استقبلنا استقبال حار ومريقل والحمد لله ربي وفقنا ورحنا عند اخوتنا في مراكش ومرحبا بنا عندكم مرحبا مرحبا بك اي وقت انت والعائله وجميع الاخوان من الجزائر الله يبارك الله يسلمك ونعطيو الكلمه للسي نور الدين واجب نقولكم من طنجه للقويره الله يعمرها دار والجزائر ها بونجور تاعو الله يعمرها دار خوتنا ما كاينش نمزح خوزي بالسي دابا نلاحظ فيك انا واحد القضيه تاثيرها باش نكون انا وضعنا في الظلمه تتحطش لنا الحلوه حتى تيجي البراني عاد تنشوف الحلوه وتنشوف القريشلات خلي السي دابا علاه؟ لي مصيبه هادي مالا السي منين جا عندك؟ واه تحيه ليه والله يخلي ليه وليداته والمدام عنده تنشكرو على هادشي اللي دار معانا ولكن عاود الا جيت انا وضعنا الدار عاود لنا الحلوه تعطيك الحلوه ما عندك البرنامج حطها غير في البرنامج من البرنامج فهمت الحياة؟ لا بدي مشي الجامعة أنا غلطة الله هذا بمر بلك ما غادي نهضر معاك دابا لا يمشي السين شوف بالنسبة للإخوان ديالنا من الجزائر السيد هذا ومرحبا به في أي وقت ومرحبا بالعائلة ديالو وجميع المواطنين الجزائريين مرحبا بهم والله إلا كيقولوا إحنا خاوة خاوة وكنحبوهم وكيحبونا الحمد لله جميع ربي شاهد السي ظاهر وكان ماشي خاوة أنا ما نجيش مدينة مضرومة ولاية تلمسان ونجي عند خوتي ونريح معاهم والله
صامي بين تري 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 غران بليزير حاجة والله ان غران بليزير الله عم غادر أخوة الله ما أمين الله احنا أخوش احنا مسلمين كاملنا مسلمين ونتمنى في بعضنا في الجزائر إن شاء الله تنجين في الجزائر إن شاء الله مرحبا بك وتحية الجزائريين راه كنا أخوت راه كنا أخوت وعاش هناك الله يسلمك بارك الله فيك الله يحفظهم سيدة